أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ملف اليوم. في هذه الحلقة نتحدث حول التجاذبات في أروقة الحكومة الإسرائيلية، وأيضا حديث يولي أدلشتاين رئيس الكنيسة الإسرائيلية عن الاتفاق بين الكتل البرلمانية الإسرائيلية على إجراء الانتخابات في إسرائيل في 17 من آذار المقبل، بالإضافة أيضا إلى تنامي استطلاعات الرأي التي تشير إلى تنامي قوة اليمين الإسرائيلي المتطرف، وهو أمر يعكس حالة المجتمع الإسرائيلي، بالإضافة أيضا إلى شكل هذه الانتخابات القادمة وماذا يمكن أن تحمل في إسرائيل. هذه القضايا وأخرى نتحدث بها مع ضيفنا الذي ينضم إلينا مباشرة من الناصرة السيد نظير مجلي الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بك سيد نظير ومساء الخير. مساء النور لك وللأخوة المشاهدين أخي حسن. أهلا بكم سيد نظير. مجلة سيبي ليفني قالت بالأمس بأن الانتخابات المقبلة ستكون هي انتخابات أو تصويت على وجهة ومستقبل إسرائيل. ما الذي يمكن أن تحمله مثل هذه العبارة من سيبي ليفني؟ أولا هذا صحيح أنها ستكون مهمة وحاسمة ربما، لأن الأوضاع المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط تجعل كل تغيير في السياسة الإسرائيلية مهمة، والسؤال بأي تغيير وبأي اتجاه. نعم. إذا كانت الأمور ستسير في الاتجاه القائم حاليا والذي تدل عليه استطلاعات الرأي، بمعنى أن يعود نتنياهو لرئاسة الحكومة، هذه مشكلة كبيرة أمام إسرائيل. ولكن إذا كانت سيبي ليفني وغيرها من قادة الأحزاب والكتل المعارضة لسياسة نتنياهو لم تنجح في أن تتجاوز أزماتها الداخلية وتجد صيغة للتعاون والتحالف حول شخصية واحدة تخوض الانتخابات في مواجهة نتنياهو، بمعنى أن يكون هنالك تخفيف من النرجسية والذاتية والذهاب باتجاه المصلحة العامة، بالتأكيد إذا لم يفعلوا ذلك فإسرائيل في مشكلة، وإذا فعلوا ذلك الإمكانيات واردة جدا لإسقاط نتنياهو. نعم. طيب سيد نظير مجلي، هناك البعض يشبهون الانتخابات في إسرائيل بأنها صراع ما بين دولة القدس ودولة تل أبيب، بمعنى الصراع العلماني التقليدي الديني، وبالتالي هل يعني كيف ستكون التوجه في إسرائيل في ظل هذه الصراعات المتنامية بين الأحزاب والقوى في إسرائيل؟ أنا صحيح دائما أتحفظ من مثل هذه الصياغات التي تضع قوالب للأمور بشكل حاد وكالما لو أنه لا يوجد شيء آخر. المتدينون في إسرائيل اليهود يعني ليسوا جميعا مثل بعضهم البعض، في إمكانية هنالك للأخذ وعطاء معهم إذا كان هناك ذكاء وحكمة في التعامل معهم. ودولة تل أبيب منفتحة جدا، ولكن يعني يقولون أنها يائسة جدا ولذلك هي ليست نشيطة. اليوم يوجد حاجة إلى رؤية الأمور بطرق أخرى. المقصود بذلك هو أن القوى الليبرالية التي تريد لإسرائيل أن تكون دولة ديمقراطية فعلا وتعددية فعلا، فيها احترام أيضا للمتدين وليس فقط للعلماني، ولكن فيها أيضا توجه لعملية سلام حقيقية، من يريد إسرائيل بهذا الشكل يجب أن يضع برنامج وخطة استراتيجية ذكية حكيمة فيها تسامح وفيها بعد نظر وفيها تغيير قوالب أيضا في عقلية اليسار، بمعنى أن أتصل إلى القوى التي تشكل اليوم الأكثرية الساحقة في المجتمع الإسرائيلي. يعني خذ مثلا أخي حسن، استطلاع الرأي الأخير الذي أجري قبل أسبوعين فقط، سئل المواطنون إذا كانوا موافقين على دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، فوافق على ذلك 70% من المواطنين. سئلوا إذا كانوا مستعدين للتنازل عن الأحياء العربية في القدس، وهذه تعتبر مقدسات بالنسبة لإسرائيل، أقنع الجمهور الإسرائيلي عبر 40-50 سنة بأن هذه لا يمكن التنازل عنها، فقال 51% أنه مستعد لذلك. سئلوا إذا كانوا مستعدين للتفاوض مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وبضمنها وفد حماس، 30% من المجتمع الإسرائيلي قال نعم. يعني المجتمع الإسرائيلي بشكل عام هو مرن ولديه استعداد لذهاب العملية السلام، ولكن يصوت لشخصية أخرى مثل شخصية نتنياهو التي تلعب لعبة يعني سيئة للغاية وضد هذا التوجه. لماذا؟ لأنه لا يوجد بديل. إذا نجحت هذه القوة في أن تشكل البديل ولو بشكل جماعي وليس بالضرورة وراء شخصية واحدة قوية، لا يوجد لديهم شخصية قوية للأسف الشديد، ولكن إذا نجحوا أن يقيموا تحالفا فيه من معبر بشكل أو بآخر عن نفسية المجتمع الإسرائيلي بشكل عام، بضمن ذلك قوة من اليمين،
باعتقاد أنهم سيسقطون نتنياهو وسيأخذون إسرائيل لاتجاه إيجابي جدا في كثير من المجالات وخصوصا في قضية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. طيب سيدنا ظهير مجلي، ما هي المعادلة التي يمكن أن تحدث ولو كان ذلك بالخيال ربما كي يعني يغير سير هذا التوجه لدى الناخب الإسرائيلي ويجعل فرص نتنياهو تتضاءل، يعني سيما وأنه كما ذكرت بأن هناك تقبل من المجتمع الإسرائيلي لبعض الطروحات التي لها علاقة بعملية السلام؟ أولا الذهاب لصندوق الاقتراع، لأن هي يعني توجد مشكلة اليوم، الذي يصوت بنسبة 80 85 و90% هم المتدينون اليهود المتزمتون، وهؤلاء يصوتون فقط لأحزابهم بغض النظر عن الموقف السياسي، والمستوطنون الذين أصبحوا يشكلون نصف مليون إنسان منهم حوالي 300 ألف ناخب، هؤلاء يصوتون بنسبة 90 95%. بالمقارنة دولة تل أبيب مثل ما تفضلت يصوتون بنسبة 40% 45%، العرب في إسرائيل يصوتون بنسبة 58%، وهنالك كان تراجع عن خلال كل السنوات، حسم وآمل أن نستفيد من الدرس الآن ونصوت بنسبة أعلى. ولذلك إذا هذا الخطوة الأولى، الخطوة الثانية شكل من التعاون الحقيقي ما بين مختلف الكتل، لا أقول أن ينزلوا في قائمة واحدة، ولكن من الممكن أن ينزلوا في قائمة، قائمتين، ثلاث قوائم، ويتفقون مبدئيا ويعلنون ذلك جهارة، مرشحنا لرئاسة الحكومة هو فلان، ويبدأون بتقويته وإعطائه زخم حقيقي، وهو بنفسه أيضا يكون مثل هذا الحمل ويطرح خطة بديلة وبرنامج بديل عن برامج نتنياهو، وطبعا أن يدخلوا بقوة في سياسة نتنياهو، لأن هناك شعور بأن اليسار والليبراليون في إسرائيل كأنهم يخافون وكأنهم خجلون، يجب أن يذهبوا بمواجهة واضحة لنتنياهو. نتنياهو المتهم، هو الذي يدمر إسرائيل، هو الذي يدمر مستقبل اليهود، وعندما هم يدافعون عن عملية سلام أو عملية ديمقراطية إنما يدافعون عن حق اليهود وعن مستقبل اليهود. نعم. يجب أن يطرحوا هذه الأمور بشكل طب توجد واضح شخصي وقوي. ألا توجد سيد نظير مجلي شخصية قادرة على القيام بمثل هذه المسؤوليات من بين المنافسين الشرسين لنتنياهو والذي كانت النتائج إقالة عدد منهم بالأمس؟ في الواقع أن الشخصيات القائمة في المجتمع الإسرائيلي اليوم عموما لا ليست مؤهلة للقيام بدور قيادي لشخصية كاريزماتية مثل شارون أو مثل رابين، أو لا يوجد هذه الشخصية، ولكن هذه مسألة يعني ليست بالضرورة. في نهاية المطاف القادة الذين يحملون مثل هذه القوة، هؤلاء يأتون مرة بالعشرين 30 سنة لكل شعب في العالم، وإسرائيل توجد فيها أزمة قيادة، ونتنياهو أيضا تعبير عن أزمة القيادة، لأنه ليس ذلك القائد الكبير. يعني نتنياهو اليوم ينظر إليه بشكل سلبي جدا في الكثير من جوانب الشارع الإسرائيلي، لأنه يكذب ويتردد ويثأتئ، وكل من يضغط عليه أكثر يسير وراءه. وعندما سئل الجمهور في إسرائيل هل ترى في نتنياهو رجلا صالحا لقيادة الدولة، 24% فقط قالوا نعم، يعني هم مقتنعون أنه ليس مناسبا. الآن البديل عنه من الممكن أن يكون بنفس مستواه من الناحية الشعبية، وأن يبني لنفسه هذه الشخصية، وخلال الانتخابات من الممكن أيضا أن يعطوه زخما، مثلا أن يأتي عدد من الجنرالات في الجيش ويقول أنا أؤيد فلان، وهذا ممكن، وربما يكون أحد هؤلاء الجنرالات، لأننا نعرف أن غالبية الساحقة من الجنرالات السابقين الذين يفهمون بالضبط وضع إسرائيل وعلاقاتها ومصالحها، يفهمون أن هذه السياسة التي يقود نتنياهو مدمرة، والآن هم يتجندون بشكل أو بآخر، ليس بالضرورة أن يتجندوا كلهم للعمل السياسي، ولكن صوتهم مهم، ومن الممكن أن يخرجوا بهذا الصوت ويدعموا شخصية معينة. يعني أنت تبني بيديك شخصية قوية، ليس بالضرورة أن تكون تلك الكاريزماتية الهائلة، ولكن تلك التي تستطيع أن تواجه نتنياهو وأن تكسر عينه مثلا في مقابلة تلفزيونية، وتكشف حقيقته أنه هو لا يقول الحقيقة للناس، يخدع الناس ويقود الناس إلى متاهة هو نفسه لا يعرف إلى أين ستكون. هل يراهن نتنياهو على مستقبله السياسي أم أن لديه تطلعات لصالح إسرائيل كدولة إسرائيل؟ أم أنه ينظر إلى مكاسب ربما سياسية وحزبية وهذا تجعله يتغاضى عن مطالب الجمهور الإسرائيلي ويضع هناك ثغرة كبيرة ما بين الجمهور الناخبين الإسرائيليين وبين نتنياهو كمرشح قادم لرئاسة الحكومة الإسرائيلية؟
أعجبتني جملة قالتها تسيبي ليبني، أن نتنياهو يهتم بشارع بلفور ويترك بلفور، وتقصد أنه يترك بلفور يعني وعد بلفور البريطاني في إقامة دولة يهودية لإسرائيل، ويبحث عن شارع بلفور لأن مكتب رئيس الحكومة هو في شارع بلفور، أي أن نتنياهو يهتم بالأساس بوضعه الشخصي، وهذه حقيقة للأسف الشديد. هذا هو نتنياهو، لو أنه يبحث عن شيء آخر لما أقدم على هذه الخطوة لإقالة وزرائه والذهاب إلى انتخابات جديدة. نعم. هو يحلم بأن تكون هذه الانتخابات هي الدورة الأخيرة له في الكنيست، إذا استمر سنتين أخرين أو ثلاث مثلما كان مقررا حسب هذه الدورة فهو سيقود إسرائيل إلى فشل، وهذا الفشل قد يسقطه من قبل الناس، ولذلك يذهب في هذا الاتجاه. والسبب الذي أقوله فيه هذا الأمر، وأنا أنظر إلى الوضع الإسرائيلي الآن كإنسان متفرج من بعيد، ليس كفلسطيني ينظر إلى مصلحة الشعب الفلسطيني، أنظر كمواطن من بعيد. ما يجري هناك عند نتنياهو هو أنه يقود إسرائيل إلى خطأ في كل شيء. العلاقات الدولية لإسرائيل في حالة تدهور، تدهور حقيقي، هي في خلاف حتى مع الإدارة الأمريكية. الولايات المتحدة هي النفس الذي تتنفس به إسرائيل، ولا يمكن أن يكون مثل هذا التدهور في العلاقات، وحتى الآن هي قائمة. العلاقة مع الأوروبيين، الوضع الاقتصادي في إسرائيل داخليا، الوضع الاقتصادي سيء، هنالك تراجع، هنالك ركود اقتصادي. قضية الأمن، الفشل في الحرب على غزة، هي صحيح يعني لم تكن انتصار لأحد، ولكن إسرائيل لم تحقق فيها شيئا. يسألون ما الذي تغير على إسرائيل الآن من بعد هذه الحرب، هل حققت شيئا؟ كان واضحا أنكم لا تريدون أن تسقطوا حماس ولا تريدون أن تنتصر، فما الذي ترون بالضبط؟ ما الذي تغير؟ هل هذا جاء لمصلحة الأمن الإسرائيلي؟ لا يوجد أمن في إسرائيل اليوم، القدس ليست آمنة وهي العاصمة. طيب. فكل هذه أمور تطرح الآن بشارع الإسرائيلي، فلم يفعل شيئا فيها، إنما كان يهتم بالأساس بوضعه الشخصي. طيب سيد نظير مجلي، هل تعتقد بأن شعار الدولة القومية المتطرفة لإسرائيل ستكون هي بوابة دخول نتنياهو من جديد إلى البرلمان الإسرائيلي ومن ثم إلى سدة الحكم في إسرائيل؟ في الوقت الحاضر استطلاعات الرأي تشير إلى أنه سيحصل على 22 مقعدا، هو بالانتخابات الأخيرة حصل كحزب على 21 يعني أو على 20 عفوا، لأنه كان في تحالف مع ليبرمان له 20 وليبرمان 11، الآن أصبح 18 لأن هنالك استقالات وإلى آخره، ولكن هاي هي نسبته. الاستطلاعات الآن بعد كل ما فعل، بعد كل اللهيب هذا الذي أحدثه، وقضية قانون يهودية الدولة، وقانون آخر لمعاقبة من يقوم بعملية معاقبة أهله بهدم بيتهم وطردهم من البلاد، ومختلف القوانين الأخرى التي قام بها لم تؤدي إلى ارتفاع خاص في نسبة تأييدي إلا 22 من 20 ل 22، فهذا يعني أن الوضع يعني ليس مضمونا له على الإطلاق. هنالك إمكانية فعلا لإسقاطه، الآن توجد هذه الإمكانية، ونتنياهو سبق وأن سقط سنة 99 وفي قيادته لم ينجح أن يفوز بالحكم من بعد شارون في سنة 2003 وحصل على 12 مقعدا فقط. هو هذا نتنياهو نفسه، يعني إمكانيات الفشل والسقوط واردة جدا. هذا الأمر يتوقف طبعا على كيف تدار المعركة في الاتجاه الآخر، في المعسكر الآخر، هذا هو الذي يجب أن نهتم به. الشارع الإسرائيلي عموما، الليبرالي والديمقراطي والعاقل واليمين الليبرالي، اليمين الذي يوجد فيه شيء من الانفتاح، واليسار والعرب، هؤلاء جميعا يستطيعون أن يحسموا نتيجة الانتخابات باتجاه معاكس. طيب الصراع داخل إسرائيل لم يأتي كنتيجة أو لم يأتي أو لم يأخذ بعدا أيديولوجيا ولم يأتي كنتيجة لاحتجاجات شعبية في داخل إسرائيل، هل نحن نستطيع أن نقول أننا أمام مسرحية من نوع مختلف تهدف إلى تبديل الوجوه في المشهد السياسي الإسرائيلي ليس إلا؟ ذا تبديل وجوه، لكن تحضرني نكتة عن الجيش البريطاني. نعم. قيلت في سنوات الحرب العالمية الثانية أنهم جاءتهم بشرة أنهم سيبدلون ملابسهم الداخلية الوسخة. نعم. ولكن النصف الثاني من الجملة أنهم سيبدلونها مع بعضهم البعض وليس بأشياء جديدة، وهذا ما يمكن أن يحدث في هذه الحالة. نعم، الاتجاه الأساسي هو
في هذه المعركة الانتخابية الآن هو اتجاه غير أيديولوجي، إنما اتجاه لسياسة تحكم فيها الغوغائية السطحية الشعبوية، الضحك على الناس. هذا الجانب الأساسي الذي يمثله الآن نتنياهو والمجموعة التي تسانده وتسانده عن وعي، ويوجد قوة أيديولوجية تقف وراءه مثل اليمين المتطرف الأيديولوجي الذي يستوطن في المناطق الفلسطينية المحتلة. هذا التيار هو أكثر تيار أيديولوجي في إسرائيل اليوم، فهو يساند هذه الفوضى التي يقودها نتنياهو، لأنهم هم المستفيدون الأوائل من كل موبقات سياسة نتنياهو، هم المستفيدون، هؤلاء يدعمون هذا التوجه الأيديولوجي. لكن في المقابل ليست الأيديولوجيا هي التي تطرح على بساط البحث، لا توجد قضية اشتراكية ورأسمالية، لأن الغالبية الساحقة من الليبراليين واليسار يؤمنون بالاقتصاد الحر، اقتصاد السوق الحر يعني الرأسمالي. لا توجد قضية محصورة في قضية السلام مقابل الحرب، لأن عملية السلام يعني يختلف حولها الكثيرون، ولكن الجميع في مواجهة نتنياهو يستغلون هذا الكارت، ولكن يخشون من وضعه قضية أساسية، وهذا باعتقادي مخطئون في هذا الأمر، ولكن هذه ما يختارونها. قضية العلاقات الدولية في العالم هي قضية أساسية، ولكن هذه ليست قضية أيديولوجية، لأن الحديث يعني يجري عن من؟ يجري عن الولايات المتحدة وروسيا والصين، يعني لا يوجد أيديولوجيا أيضا في هذه العلاقات، ولذلك قضية الأيديولوجيا هي فقط قضية محصورة على المستوطنين الذين يفعلون نتنياهو، يمارسون الضغط عليه لمصلحة هذه الأيديولوجيا. بالمقابل من يريد إسرائيل دولة ديمقراطية طبيعية لها مكانة في المحيط ولها مكانة في المجتمع الدولي، هم الذين ينافسون نتنياهو اليوم. إذا نجحوا في إقناع الجمهور الإسرائيلي بأن هذا هو هدفهم فعلا سيهزمونه. طيب سيد مجلي، لماذا يعني حالة الجدل أو التجاذب السياسي في إسرائيل أخذت كل هذا المربع الواسع والمتشعب في ظل هذا التوقيت بالضبط؟ التوقيت لم يختره أحد بشكل مقصود، يعني في هنالك أمور، واحدة أيضا من سمات القيادات السياسية الإسرائيلية الحالية، هنالك أمور تتدحرج وهو لم يخطط لها. أنا أعتقد أن نتنياهو لم يخطط للوصول إلى هذه المرحلة، الأمور تدحرجت خرجت من يديه، فأخرج حلا بشكل سطحي يرى فيه أن هذا هو الذي سيأتي بكل ما يريد في مقاومة خصومه، فأقدم على هذه الخطوة. هكذا يدير السياسة نتنياهو. الأمر نفسه ينطبق على الحرب في غزة، يعني طبعا الجيش الإسرائيلي دائما لديه خطط عدوانية، ولكن هو لم يخطط للذهاب إلى حرب في هذا الوقت بالذات. تدحرجت الأمور منذ خطف فتية المستوطنين الثلاثة، فلم يعرف أحد كيف صارت بهذا الاتجاه، وإذا نحن أمام حرب، وهذا خطر، يعني توجد قيادة لا تعرف بالضبط ما الذي تريده. هذا هو نتنياهو اليوم، وهذا يعني لو أيضا لو وصل كرسالة إلى المجتمع الإسرائيلي وفهمها، لكان عقب نتنياهو على هذا التدحرج الذي يقود هنا. نحن لدينا هنا حكومة يقودها شخصية غير واثقة بما يريد، غير مستقر في أفكاره وحتى أيديولوجيته، يعني هو يريد يهودية الدولة مثلا. الخطوة التي قام بها أدت إلى تجميد قانون يهودية الدولة، فما الذي فعله؟ يعني ولا يعرف ما الذي يريده، يعني يريد الآن دولة يهودية قومية ويفشل القانون بنفسه، لأن الآن لا يوجد لديه ائتلاف. وهكذا دوليك، هكذا يدير نتنياهو السياسة للأسف الشديد. طيب هل موضوع الموازنة وعدم إقرارها وأيضا العلاقة التي تضررت مع أوروبا ومع المجتمع الدولي والتي بدت جلية في المراحل الأخيرة والفترة الأخيرة عندما حظي التصويت للدولة الفلسطينية بتجاوب واسع من قبل أطراف دولية متعددة وهذا قبل برفض من إسرائيل ويدلل على الأقل عدم نجاح، إن لم نقل فشل، السياسة الإسرائيلية، هل هذا سيترك إرث كبير ومسؤوليات كبيرة على الحكومة القادمة، سيؤثر على الناخب الإسرائيلي الذي سيذهب إلى صندوق الاقتراع في 17 من آذار القادم إلى أي حد؟ أولا بالنسبة للميزانية، واضح أن الميزانية في يوجد فيها إشكالية الآن، لأن الميزانية 2015 مختلفة تماما عن 2014، وعندما لا تقر الميزانية سيكونون مضطرين إلى التعاطي مع متطلبات المجتمع الإسرائيلي حسب ميزانية 2014، بما في ذلك
الميزانية التي أقرت ب6 مليارات شيكل ولا يوجد عليها إقرار الآن في الكنيست، وهي لدعم الجيش الإسرائيلي وتعويضه عن خسائره في الحرب الأخيرة، فهذه أموال لن يستطيع الجيش أن يستعملها، ولذلك توجد إشكالية جدية وأثر جدي على المجتمع الإسرائيلي في مختلف جوانبه، لأن هناك أيضا قضية بالنسبة لميزانية الصحة وميزانية التعليم. بالنسبة لموضوع العلاقات الدولية، واضح أنه سيكون مطروحا، وهي قضية أساسية لها أثر في المستقبل. ليس صدفة أن جون كيري معناه قال أنه لن يتدخل في الانتخابات الإسرائيلية، لكنه قال نحن نتمنى أن تكون في إسرائيل حكومة سلام. عمليا هو يريد حكومة أخرى غير حكومة نتنياهو، وهذه إشارة. عندما وزير خارجية في الولايات المتحدة يطلق مثل هذا التصريح، فهذه لسعة ليست قليلة، فكم بالحري سنسمع من جهة أوروبا. وبالمناسبة نتنياهو عندما سقط سنة 1999 كان ذلك بتأثير كبير أيضا من الخارج، من الولايات المتحدة ومن الأوروبيين. السؤال إذا كانت هذه ستطرح على بساط البحث في المعركة الانتخابية، أجل ستطرح، ولكن نتنياهو سيحاول أن يحمل أعباء كل ما يتعلق في الميزانية بيائير لابيد، ويوجد في هذا شيء من الصحة لأنه كان وزير المالية. الأمر الثاني، قضية العلاقات الدولية كيف ستطرح في الشارع السياسي، هذه قضية تتعلق أيضا بالشارع الدولي والمجتمع الدولي وكذلك بالمنافسين لنتنياهو. إذا نجحوا أن يضعوا هذه القضية، باعتقادي هذه واحدة من القضايا التي تؤثر جدا على المجتمع الإسرائيلي. طيب سيد، المواطن الإسرائيلي يهمه جدا كيف ينظر إليه في العالم. نصف المجتمع الإسرائيلي يسافر كل سنة للخارج، ويريد أن يستقبلوه بشكل جيد في تركيا ولندن وباريس وأمريكا. طيب سريعا بأقل من دقيقة لو تكرمت سيد نظير مجلي، أين يقف فيكتور ليبرمان من هذا السجال في إسرائيل، سيما وأنه كان قد تقدم أو طرح خطة عنصرية جديدة لعملية السلام ترتكز لموضوع التبادلية في الأراضي بين دولة فلسطين وإسرائيل؟ ليبرمان لم يكن يريد هذا التطور الجديد، كان ضد أن يتم تقديم موعد الانتخابات من جهة. من جهة أخرى، المشروع السلام الذي يطرحه ليبرمان هو ليس كله عنصري بالمناسبة، يعني العنصري هو ما يتعلق فينا فلسطيني 48، لأنه يريد لنا أن نصبح جزء من الدولة الفلسطينية. نعم. مقابل المستوطنين الذين سيصبحون جزء من إسرائيل. لكن يوجد شيء في هذا البرنامج ينبغي أن ننظر إليه جيدا. السلام الإقليمي يقصد المبادرة العربية للسلام، مثل ليبرمان على الرغم من أنه عنصري وفاشيستي حتى وبعيد عن تقاليد الديمقراطية، هو أيضا براغماتي في الموضوع السياسي، وبالإمكان التعاطي مع ما يطرحه، ليس بالضرورة تأييده، ولكن رؤية أيضا جوانب أخرى فيه غير الجوانب العنصرية والعدوانية التي عادة نعرفه بها. نعم، أشكرك سيد نظير مجلي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا مباشرة من الناصرة. لكم التحية والتقدير دائما، هذه تحياتي أنا حسن أبو رب، أحييكم دائما، وزميلي مخرج هذا البرنامج رائد شراب يحييكم دائما، هذه تحية ودائما إلى اللقاء.